مرحبا. جو الجديدة من الشتاء والثلج أقوى من يلي سبقتها بلشت تأثر على لبنان ورح ترافقنا بالأيام يلي جاية. الرياح جنوبية غربية بتوصل سرعتها لل 67 كيلومتر بالساعة. الحرارة ببيروت عم تسجل 16 درجة، درجة بالأرز وبفريا و7 درجات بزحلة وحصبية. نسبة الرطوبة بتسجل على الساحل 78% وموج البحر بلامس الأربع أمتار. جولة سريعة على طقس الأيام يلي جاية. الأحد بتتساقط أمطار غزيرة بالإضافة لحبات البرد، بتتلج بكثافة على ارتفاع 1300 متر وسرعة الرياح بتتخطى 95 كيلومتر بالساعة ببعض الأوقات. تنين بتشتد العاصفة وبتشتي بغزارة، الرياح بتتخطى سرعتها 100 كيلومتر بالساعة ببعض الأوقات وبشمال خصوصاً، والثلج بلامس ارتفاع 800 متر. تلاتة بتتساقط الأمطار وبتكون مترافقة بعواصف رعدية، بتتلج على ارتفاع 900 متر وبيتدنى مستوى التساقط خلال الليل لل 700 متر بالمناطق الشمالية والداخلية. أما الأربعة فبيستمر تساقط الأمطار والثلج والحرارة بتستقر على الساحل على 13 درجة. بختام نشرتنا منحذركن من السيول والضباب الكثيف وارتفاع موج البحر يلي ممكن يشكله خطر على سلامتكن خلال العاصفة.